أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم في هذه التحديات بهذه الانطلاقات المتميزة. شوطنا الخامس عشر مشاهدينا متابعينا الكرام من أعطت إشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الصدارة ونتابع بداية هذا الشوط في هذه الأشواط، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نتابع البداية والمقدمة وسيف العرب من اندفع بناموس هذا الشوط اندفاعة تلقائية بهذا الأداء الجميل والرائع. محمد بالمر بن مفتاح الشامسي من يقدم سيف العرب اللي انطلق بالصدارة يليه مع المركز الثاني. أرى هني الحذر لسعود بن سالم بن سعيد المنعي يتسلل مع المركز الثاني المركز الثالث. التقدم في هذه اللحظات من شاهين لناصر بن حمد بن قناص العامري، ومع المركز الرابع شعار أحمد بن محمد بن حليس الكتبي يتقدم على ظهر شاهين، بينما انطلقنا مع المركز الخامس بقر القدوم من هملول لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. نتابع المركز السادس، ومع المركز السادس أرى التقدم في هذه اللحظات من مياس حمدان بن محمد بن ضبي بالمرر متابعا لانطلاقة مياس على مستوى المركز السادس. الدور دور المركز السابع، وأرى مكلفياتي سابعا خليفة بن سالم بن حلوكة يلي مع المركز الثامن. التقدم والتسلل والانطلاق لشاهين بالشعار يوسف بن عبيد بن خادم الكعبي، ولكن أرى الأسامي اللي بدأت تتسلل في هذه اللحظات والشعار سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري يتسلل أيضا بدوره ينطلق مع المركز الثامن بهذا الأداء المثير، ومع المركز التاسع. المركز التاسع وصل المستشار محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، ومع المركز العاشر التقدم في هذه اللحظات والتسلل من شاهين لعبد الله بن حمود بن عبد الله الكعبي يتقدم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والجولة الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بتحديات هذا السن، سن الثنايا لمسافة ورحلة 8 كيلومترات، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. لنا عودة مع الصدارة، وأرى المنعي من قاد المجموعة في هذه الحذر على الصدارة لسعود بن سالم بن سعيد المنعي من يتقدم في هذه اللحظات بهذا الأداء المثير. تابع المركز الثاني، وأرى هملول بشعار محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي من يتقدم مع المركز الأول في هذه اللحظات، ولكن من الجانب الآخر سيف العرب يرقص طرف في هذا الانطلاق بهذا الاندفاع الجميل، ومحمد بالمر بن مفتاح الشامسي تابعا لتقدم سيف العرب على مستوى المركز الثالث. رابع التحديات وصل شاهين لناصر بن حمد بن قناص العامري من يتابع تقدم شاهين على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات المستشار محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة في متابعة المستشار على مستوى المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر ومن عمق الميدان التسلل والهجوم في هذه اللحظات مع هذا الاسم القادم مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع محبوب لغانم بن سعيد بن زايد المزروعي وشعار بن حلوكة، شعار بن حلوكة من الجانب الآخر، والتغيير أيضا التسلل لمياس حمدان بن محمد بن ضبيب المرر يتسلل ينطلق بدوره مع المركز الخامس. نتابع المركز السادس مكلف خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة في متابعة مكلف مع المركز السادس، وسابعا
التقدم لمحبوب غانم بن سعيد بن زايد المزروعي، متابعا للتقدم محبوب مع المركز الثامن ومع المركز التاسع. شعار بن غصن من الجانب الآخر أيضا يتسلل في هذه اللحظات مع المركز التاسع. مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن عفوا، يتسلل شعار بن غصنة مع مبشر سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري. من يقدم تحديات مبشر مع المركز الثامن ومع المركز التاسع. المستشار لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوة بينا بإذن انطلقنا مع المركز العاشر. بأرى تحديات شاهين وعبد الله بن حمود بن عبد الله الكعبي في متابعته وانطلاقته وتحدياته. هذه النتيجة والمسيرة تسير مع تحديات هذا السن، سن الثنايا، لنعود مع الصدارة ومع سكان المقدمة. نتابع بداية هذا الشوط واللي انطلق بالصدارة في هذه اللحظات من الجانب الآخر. من الجانب الآخر سيف العرب بدأ يسيطر على المقدمة، بدأ ينطلق أيضا بتحديات هذا الشوط. محمد بن مر بن مفتاح الشامسي، من يقدم سيف العرب بهذا الأداء الجميل وبهذا الانطلاق الرائع؟ ولكن أرى المركز الثاني هملول محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي في متابعة هملول مع المركز الثاني. المركز الثالث مياس الحمدان بن محمد بن ضبي بن حمدان المرر، متابعا لتقدم مياس، من بدأ يتقدم أيضا وينطلق بدوره مع المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، نتابع رابع التحديات والحذر لسعود بن سالم بن سعيد المنعي، من يتسلل في هذه اللحظات بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع الجميل. وصلت الأسامي، وصلت الشعارات، بدينا أيضا بتحديات هذا الشوط. ومع المركز الخامس التقدم لمحبوب لغانم بن سعيد بن زايد المزروعي، من يعلن تقدم محبوب، من بدأ يتسلل في هذه اللحظات ويحب حباء الانتزاع الصدارة والمقدمة. ومع المركز السادس شاهين ناصر بن حمد بن قناص العامري، متابع لانطلاقة شاهين على مستوى المركز السادس. سابع المراكز مبشر وشعار بن غصنة، شعار بن غصنة، سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري، من يتابعه بهذا الانطلاق. المركز الثامن وصل ايضا مكلف لخليفه بن سالم بن حلوكه، بينما انطلقنا مع المركز التاسع. بأرى التسلل في هذه اللحظات وشعار بن حلوه، محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه الاكتبي مع المستشار ومع المركز العاشر. أرى القدوم في هذه اللحظات والتحديات مع المركز العاشر الكاسبي. مطر بن سعيد بن عبيد الحميري يتسلل ايضا بدوره مع المركز العاشر. هذه نتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للمراكز المتقدمة في هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والرائع. نتابع البداية، نتابع سيف العرب، من يقود هذه الجموع؟ محمد بن مر بن مفتاح الشامسي يقدم تحديات سيف العرب، من ينطلق بالصدارة؟ من ينطلق بمقدمة هذا الشوط بهذا الأداء المتميز؟ نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني ومياس حمدان بن محمد بن ضبيب المرر، من يقدم مياس باللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات وينطلق بالصدارة. نتابع المركز الثالث، نتابع التقدم، نتابع الانطلاق المثير وهملول محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي، من يتابع تقدم هملول مع المركز الثالث. المستشار ياتي رابعا بالشعار محمد بن احمد بن حلوة، من يعلن تقدم المستشار مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات الحذر سعود بن سالم بن سعيد المنعي، من يتابعه بهذا التقدم. ولكن شعار بن غصنة قادم 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 بكل قوة مع التحدي، مع الإثارة، مع انطلاقة مبشر. سالم بن حمد بن سعيد بن غصنة العامري يقدم تحديات مبشر، ومع المركز السابع وصل في هذه اللحظات محبوب
محبوب غانم بن سعيد بن زايد المزروعي، ومع المركز الثامن أرى التقدم في هذه اللحظات، والكاسبي مطر بن سعيد بن عبيد الحميري يقدم الكاسبي، يتسلل من مركز إلى مركز بطريقة إلى الصدارة، بطريقة إلى مقدمة هذا الشوط مع هذه التحديات الجميلة. ومياس على مقدمة هذا الشوط يقود هذه الجموع، وهالي المرموم، هالي المرموم هم الأقرب لناموس هذا الشوط مع تحديات مياس حمدان بن محمد بن ضبي بن مرر من ينطلق بالصدارة. بدينا نقترب من لوحة الألف والمئتين، واللحظات الأخيرة. العد التنازلي، هدي أعصابك يا أخوي، ركز. المسافة بعدها طويلة، كيلو متر متبقي عن خط النهاية. هدي أعصابك هادية يا بالمرر مع هذا الأداء المتميز. حمدان بن محمد بضيب المرر ينطلق بتحديات مياس. المركز الثاني وصل هملول محمد بن خليفة الدرويش الفلاسي، ومن الجانب الآخر التقدم الانطلاق أيضا محبوب لغانم بن سعيد بن زايد المزروعي وشعار بن حلوة مع المستشار، يتسلل مع المركز الرابع محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. اللحظات الأخيرة، العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، جولة الأوامر النهائية. مياس على الصدارة يقود هذه الجموع في شوط الانتاج، والانتاج ما شاء الله. نتابع الصدارة، مياس يسيطر على المقدمة بهذا الانطلاق المثير. حمدان بن محمد بضبيب المرر، أهالي المرموم هم الأقرب لناموس هذا الشوط، ولكن الاسم القادم هملول محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي يتسلل أيضا مع المركز الثالث المستشار والشعار بالحلوة. قادم، ولكن مياس الصمود في اللحظات الأخيرة. هملول مع المركز الثاني، التسلل أم الصمود من هملول أم مياس؟ مياس صامد، تهانينا، ولكن اللحظات الأخيرة، هملول يتسلل في الأمتار النهائية. تهانينا لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي، وسلام جميل السلام. المركز الثاني ياتي مياس حمدان بن محمد بالطيب، المركز الثالث بشعار بن حلوة، المركز الرابع ينطلق أيضا محبوب غانم بن سعيد بن زايد المزروعي، المركز الخامس مكلف خليفة بن سالم بن حلوكة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام، ولحظات وصول هملول إلى خط النهاية ياتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية. 13 دقيقة 10 ثواني جزء واحد من الثانية. تهانينا لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي على فوز هملول بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي أيضا مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول مياس، وياتي بتوقيت ثمانية مقدار 13 دقيقة 10 ثواني ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لماركة أيضا حمدان بن محمد بالضيب المرر، واللي وصل مع المركز الثالث المستشار ياتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات الوصول أيضا. وتهانينا